بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. أهلا بكم أبنائي الطلاب في تكملة مسيرة حل كتاب المدرسة التدريبات النحوية. كنا بحمد الله وصلنا إلى التدريب 13، وإن شاء الرحمن الرحيم النهاردة هنحل التدريب 14. الإنسان في المدينة للدكتور إبراهيم مدكور. المدن رمز الحضارة، سهلة دي، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المدن رمز الحضارة وشارة المجد والسلطان، ولكل حضارة مدنها، وربما اقتصر تاريخ أمة على حياة مدينة أو مدينتين من مدنها. ومن المدن ما عمر على الزمن وجاوز حياة أمة بعينها، وربط التاريخ القديم بالتاريخ الوسيط والحديث كأثينا وروما والأسكندرية. ويوم أن نشر الإسلام دعوتهم، انتبهوا بقى علشان ديت طبعا هنا بيحاول كده يقيس قدرتك على التركيز. نشر هنا فعل ماضي مبني على اطلاقا، وتنصبه او على فعل ماضي لا تؤثر فيه نهائيا. يعني اما اقول ان اتقوا الله، ان اتقوا الله، اوحى الله الى النحل ان اتخذي بيوتا، كلمة ان اتقوا الله، اتقوا هنا فعل امر مبني، ان اتخذي بيوتا فعل امر مبني، ولا تأثير لان عليه. يوم ان نشر الاسلام، نشر الاسلام دعوته، اذن هنا نشر فعل ماضي مبني على الفتح. أخذ يؤسس المدن، مفعول به طبعا منصوب وعلامة نصبه الفتحة، المدن. وبمصر الأمصار فأسس أولا الكوفة والبصرة، وهما مدينتان لهما تاريخ حضاري وثقافي زاهر، وتلتهما الفسطاط والقيروان، ولكل واحدة منهما دور حضاري كبير. وفي أخريات الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة أسس المنصور بغداد التي أصبحت العاصمة الكبرى للعالم الإسلامي جميعه، وفي منتصف للعالم الإسلامي جميعه، وفي منتصف القرن الرابع الهجري أنشأ الفاطميون القاهرة المعزية. طبعا دي نعت للقاهرة، القاهرة مفعول به، يبقى ده نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى القاهرة عمرها قد ايه يا شباب كده؟ مدينة القاهرة عاصمة مصر الجميلة الكبيرة المزدحمة، ها، من منتصف القرن الرابع الهجري، احنا في القرن الخمستاشر الهجري، يعني هذه المدينة القاهرة عمرها أكثر من 11 قرن، يعني 1100 سنة. وكأنما شاء أن ينافسوا بها بغداد. وفي آثارها الباقية ما يسجل صنيع من تولوا أمرها من حكام وولاة. ولسنا في حاجة إلى أن نشير، هنا أنا هتشتغل. ليه أنا هتشتغل؟ عشان طبعا ده فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إلى أن نشير إلى جمال الفن الإسلامي وروعته، ومما يؤسف له أننا لم نرعه حق رعايته. انتبه قبل ما يسأل، خلي بالك دي نائب عن المفعول المطلق، فانتبه. لأن نرعى حق رعاية، قلنا إذا توسطت الكلمة بين الفعل وأضيفت إلى مصدره تعرب نائب عن المفعول المطلق، زي أحبك كل الحب وهكذا. وكم قضينا، انتبه من البداية قبل ما يسأل، كم هنا خبرية تفيد الكثرة وتمييزها محذوف، يجوز حذف تمييز كم الخبرية وكم الاستفهامية إذا كان من الممكن أن يفهم من معنى الكلام. وكم قضينا على مباني وأحياء كانت تراث الماضي وذخرى الحاضر. بقول لي أسئلة النحو بقى، مضارع منصوب وآخر مجزوم ثم أعربهما. طبعا ممكن أطلع المنصوب اللي هو كلمة نشير، أما المجزوم تعالوا ندور عليه مع بعض. أدوات الجزم لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وأدوات الشرط اللي بتجزم فعلين، إن ومن وما ومهما وأين ومتى وأن وأيان وأيان وحيثما وأي، دي أدوات تجزم. يا شباب تجزم فعلين أهي، لم نرعه حق رعايته. نرعه ده فعل مضارع منصوب بعد لم، ولكن انتبه أن نرعه في حرف علة محذوف،
لأن أصل الفعل نرعاه. فخلي بالك دي حتة امتحانية كده، يبقى مجزوم بحذف حرف العلة، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. يبقى نشير طلعناه منصوب، ونرعاه مجزوم، وده منصوب بالفتحة وده مجزوم بحذف حرف العلة. توكيدا وأعربه. طبعا التوكيد انت عارف، اما التوكيد اللفظي بتكرار الكلمة بنفس المعنى، اذا ما اقول حضر الجنود الجنود، والتوكيد المعنوي نفس وعين وكل وجميع وكلا وكلتا، بشرط ان تضاف الى ضمير، ويجوز الاستغناء يا شباب الاستغناء عنه. تعال بقى ندور كده اهو، مدنها مدن معمرة بعينها، لا ما تنفعش، لازم تبقى خالية من حرف الجر كمان. يعني لابد أن يكون التوكيد خاليا من حرف الجر حتى يعتبر توكيدا. تعال ندور كده، تاريخ فسطاط دور كبير التي أصبحت أهو للعالم الإسلامي جميعه، أهي توكيد معنوي مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أؤكد تاني، لما تيجي تطلع توكيد معنوي طلعه خالي من حروف الجر. طيب بقول هنا، فعلا من الأفعال الخمسة منصوبا، وبين سبب النصب. طبعا يعني إيه من الأفعال الخمسة؟ من الأفعال الخمسة يعني اللي هو بيجوز تصرفه مع أنت أنتما أنتم هما هم، ويبقى منصوب. تعال ندور عليه، يعني اللي هو مجازا كده بنقول عليه، يعني او تسهيلا على الطلاب بقول لك هو اللي بينتهي بواو ونون او الف ونون او ياء ونون، بس معلش عشان خاطري حط معاه شرط انه لازم ينفع يتصرف مع احد الضمائر الخمسه، انت انتما انتم هما هم. طب ينفع تولوا؟ لا طبعا ما ينفعش تولوا، لان تولوا فعل ماضي، فانتبه ما تخليهوش يغلطك ويخطف الدرجه ويجري. فتعال ندور من الاول، اقتصر، عمر، جاوز، نشر، الكوفه، حضاري، اها كبير، اسس المنصور، انشا الفاطميون، شاء أن ينافسه، صح كده، كنا برضو ممكن نطلعه في المضارع المنصوب اللي كان طالبه، يبقى ينافسه فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه حذف النون والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. طبعا انت خدت بالك ان كلمة ينافسه هنا اتحذفت النون للنصب، ويجوز تصرفها مع هم ينافسه، صح كده، يبقى فعلا من الأفعال الخمسة. نعتين لمنعوت واحد. يعني ايه نعت اصلا؟ الصفه لمنعوت واحد، يعني مثلا الرجل القوي الصبور يصل الى اهدافه. انا هنا قلت الرجل مبتدا، القوي صفه، والصبور صفه تانيه، يبقى انا كده عندي ايه؟ ها صفتين، بس بشرط ما يكونش ما بين الصفتين حرف عطف، لان كده هيبقى معطوف. يعني ما تنفعش مثلا هنا الوسيط والحديث، ما ينفعش، ما ينفعش حضاري وثقافي، لا ما ينفعش، لازم أشوفها زي دور حضاري كبير، صح كده، دور حضاري كبير. كلمة كبير هنا تصف هذا الدور وتصف والحضاري أيضا تصف هذا الدور، إذن ده منعتين لنعت واحد، فانتبهوا إلى هذه القضية. وعلى فكرة ممكن المنعوتين واحد يكون مفرد واحد يكون جملة، يعني ما أقول جاء الرجل الطويل، جاء رجل قوي يسعى، جاء رجل فعل فاعل، قوي نعت للرجل نعت مفرد، يسعى نعت تاني للرجل، بس جاي نعت في صورة جملة، فخلي بالك لحسن يطلبها مننا كده آخر السنة. السؤال اللي بعد يقول لي فعلا مبنيا على الضم وآخر مبنيا على الفتح. يعني ايه فعل مبني على الضم؟ يبقى اكيد ماضي اتصل بواو الجماعه. الفعل المبني على الضم هو فعل ماضي لكنه متصل بواو الجماعه، زي كلمه شاءوا، ايوه صح كده، شاءوا هذا الفعل فعل ماضي مبني على الايه يا شباب؟ مبني على الفتحه، تمام؟ طيب عايز يبقى مبني على الضم، عفوا، شاءوا مبني على الضم. طب مبني على الفتح
يعني ايه مبني على الفتح؟ يعني ما اتصلش بحاجة او اتصل بألف الاثنين. طبعا فعل ماضي، ها الماضي نشر فعل ماضي مبني على الفتح لانه لم يتصل بشيء. اخذ برضو فعل ماضي مبني على يا شباب على الفتح. وانتبه ان اخذ في هذه الجملة فعل ناقص من اخوات كاد بمعنى بدأ، لان مع فعل مضارع. فانتبه لهذه القضية، هو مش طالبها لكن يعني اهو جت في السكة فبنفكر بها. بقول لي أعرف ما تحتوى خط أعربنا الحمد لله. سؤال خمسة بقول لي كم قضينا على مبان وأحياء كانت تراث الماضي وذخر الحاضر. نوع كم هنا خبرية تفيد الكثرة لأن مش طلبة إجابة، يعني المعنى هنا بيقول إن إحنا كتير قضينا على مباني، فهو مش عايز إجابة، هو عايز يعبر عن الكثرة وبالتالي كم تبقى خبرية. تمييزها هنا محذوف، تقديره كم مرة، كم مرة عفوا، كم مرة مجرورة، لأن احنا تمييز كم الخبرية دايما هيبقى يا شباب هيبقى مجرور. قدره على حسب الجملة التي أمامه. مما يؤسف له أننا، بقول يحط خبر مناسب مضبطه بالشكل. مما يؤسف له مثلا أننا نهمل في الحضارة، أو أننا مهملون، أو أننا متكاسلون. طبعا اضبطه بالشكل، لو أنت جبت جمع مذكر سالم هو مش محتاج يضبط بالشكل كده، مش محتاج يضبط بالشكل. لكن لو جبت مفرد يعني، او جبت جمع تكسير عفوا عشان يمشي من كده هنا الكلام يعني مثلا، فاذا ممكن تحط عليه ضمه. لكن احنا جبناه جمع مذكر يا شباب سالم. ما مرادف كلمه شارة وما عكس كلمه زاهر وما مفرد كلمه ولا؟ طبعا دي كلام لغوي، شارة يعني علامه وعكس زاهر طبعا نقول باهت او منطفئ، ومفرد ولاه والي. طبعا ده ملوش علاقه بالنحو يعني. ضع كل من الكلمات في الجملة من إنشاء. كيف تكشف في معجمك عن كلمة الحضارة في حضرة باب الحاء فصل الضاد ثم الراء؟ اضبط الكلمات التي بين القوسين بالشكل التام. تعال بقى إنشاء كده المدن. هو ممكن يجيب لي سؤال زي كده آخر السنة؟ من حقه، ولا حد يقدر يقول له أنت بتقول إيه. من حقه أن نضبط آخر الحرف حسب الإعراب. يعني هعرف ده كله يا أستاذ؟ طبعا أنت في ثالثة ثانوي، فاتدرب معايا وان شاء الله تعرف. ما تقلقش، بس ما تفترضش انك مش هتعرف. لا قول ان شاء الله انا لما هتابع هعرف مره واثنين، ما عادي يعني. المدن رمز الحضاره، عشان المدن مبتدا ورمز مضاف اليه، والحضاره مضاف اليه عفوا، عشان المدن مبتدا ورمز خبر والحضاره مضاف اليه. استاذ هو مش الضبط يعني اعرب؟ لا الضبط يعني تشكل اخر حرف في الكلمه. يبقى المدن تحط ضم على النون، رمز تحط ضم على الزاي، الحضاره لانها مضاف اليه، وشارة خلي بالك شارة دي معطوفة على رمز، يبقى هنقول شارة المجد طبعا مضاف إليه برضه، والسلطان عشان معطوف على المجد، ولكل جر ومجرور حضارة مضاف إليه. تعرف طبعا اللي بعد كل وغير وسواء بيعرب مضاف إليه. مدنها خلي بالك مبتدأ مؤخر حبيب الممتحنين، ده أشهر سؤال بيجي في ثانوية عامة. المبتدأ المؤخر ده مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، والتأخير هنا واجب على فكرة، لأن في المبتدأ ضمير يعود على شيء في الخبر. وربما اقتصر فعل ماضي، أيوة فعل ماضي مبني على الفتح، لو كنت عايز تطلع من الأفعال مبني على الفتح. تاريخ فاعل صح كده، نحط على ضمة أمة، ده مضاف إليه طبعا، التاريخ بتاع الأمة يعني تاريخ أمة، على حياة مدينة، الحياة بتاعة المدينة برضو مدينة مضاف إليه يعني، أو مدينتين، من مدنها جر ومجرور، ومن المدن مكسور طبعا النون مكسورة، ما عمر على الزمن وجاوز حياة، عشان مفعول به طبعا، جاوز هو حياة أمة مضاف إليه طبعا بعينها. وربط التاريخ، وربط التاريخ خلي بالك الربط هنا جاي من تعمير المدن، ده بقول لك ان في مدن استمرت فعملت ايه، ربطت التاريخ القديم بالتاريخ الوسيط. يبقى التاريخ هنا على فكرة فعل يعني ربط، مما عمر على الزمن، ومن المدن ما عمر على الزمن وجاوز حياة أمة بعينها، وربط التاريخ مظبوط كده مفعول به. أنا رجعت أقرأها كده حسن تكون هتقرأ وربط التاريخ، لا ربط التاريخ مش معطوف هنا، ده جملة جديدة هي، واضح أنه حاطط فصلة كمان. وربط التاريخ مفعول به القديم بالتاريخ الوسيط والحديث، عشان ده معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة. بكده التدريب الرمى بحمد الله.